مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. بيومي فؤاد يثير غضب المسيحيين والمصريين معا بعد تصريحاته الأخيرة، ونبيل الحلفاوي يوجه رسالة غامضة، حالة من الغضب العارم وهجوم كبير ضد الفنان بيومي فؤاد على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته الأخيرة التي تتعلق باعتذار محمد سلام عن موسم الرياض، الموسم الذي أثار ضجة خلال الأيام الماضية في السعودية. وفي السياق السابق خرج الفنان نبيل الحلفاوي بتصريحات له عبر موقع إكس الشهير بموقع تويتر، يوجه فيها رسالة لما حدث والجدل المثار على منصات التواصل الاجتماعي. وقال نبيل الحلفاوي: مهنتنا تختلف عن باقية المهن في إنها الوحيدة التي لا تستطيع ممارستها بمفردك. وأضاف: إن لم يكن من خلال المشاركة في عمل فمن خلال الشاشة، ومن هنا لن أسمح لنفسي بمحاكمة أو الحكم على زميل. كما علق الفنان نبيل الحلفاوي على ما يحدث في منصات السوشيال ميديا قائلا: لا أتدخل برأيي إلا دفاعا عن من أرى أنه يستحق كلمة حق لصالحه، أو إعجابا أو إنصافا باختصار، إما كلمة طيبة أو الصمت. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي شن فيه معظم المصريين هجوما حادا على بيومي فؤاد، وإنهالت المنشورات والتعليقات ضده، وذلك بعدما خرج بيومي فؤاد بتصريحات فيها نوع من الهجوم على قرار محمد سلام بالاعتذار عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي تضامنا مع أهل فلسطين. بيومي فؤاد يثير الجدل ويثير الذعر. بيومي فؤاد، لماذا فعلت ذلك في نفسك؟ هل وطنك لا يستحق أبدا أنك تعمل فيه؟ هل أصبحت مصر ليست للواجهة؟ هل أصبح المال هو كل شيء؟ عايز يكسب بونط مفيدة شيحة تهاجم بيومي فؤاد بسبب محمد سلام. من المصري اليوم هاجمت الإعلامية مفيدة شيحة الفنان بيومي فؤاد بسبب تصريحاته الأخيرة عن الفنان محمد سلام بعد اعتذاره الأخير عن المشاركة في موسم الرياض بالسعودية، مشيرا إلى أنه تحدث عن زميل له خارج مصر بطريقة ليست صحيحة. وأضافت شيحة مقدمة برنامج الستات عبر قناة النهار مساء يوم الأحد أنه كان من الممكن نقد زميله الفنان محمد سلام في مصر أو على السوشيال ميديا، ولكن ليس على المسرح أو خارج البلاد. ووجهت حادثة لبيومي فؤاد قائلا: ما فعلته يقلل منا، واوعى تفتكر ان تصفيق الجمهور لك امس انك اصبحت بطل مغوار. ما كنتش محتاج تكسب بونط على قفا محمد سلام. وهاجم بيومي سلام الذي اعتذر عن عرض مسرحية زواج اصطناعي قبل يوم واحد من التوجه لموسم الرياض لعرضه بسبب شعوره بعدم الراحة في ان يشارك في عرض به رقص وغناء في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة. بيومي فؤاد وقال وبعد عرض المسرحية موجها حديثه للجمهور: من حقك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك تغلط في فنك. احنا بنقدم فن، انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا. شيء عظيم ان الفنان يكون الجمهور في كل الدول، شيء عظيم اني اتصور مع شاب او سيدة سعودية، انا بتشرف بهذا. عمرو أديب يرد على طلب حسن نصر الله بشأن معبر رفح: تعال أنت الأول. حرب غزة كشفت السبب. عمرو أديب: أنا فهمت ليه الأمة العربية ما بتقدرش تحقق حاجة. كلام كتير وكلام معقول. أحبائي وأعزائي، بعد الأزمة الأخيرة محمد سلام يفاجئ بيومي فؤاد بموقف خطير. ماذا؟ أزمة فنية تفاقمت بين الفنانين، وذلك بعد تأييد بعضهم لموقف الفنان بيومي فؤاد،
ورفض البعض الآخر للموقف عقب عرض مسرحية زواج اصطناعي والتي اعتذر عنها محمد سلام مؤخرا بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة، ليستبدل بالفنان محمد أنور لاستكمال العرض بالسعودية خلال الأيام الماضية. وعادت الأزمة إلى الأحداث بعد الهجوم والانتقادات للفنان بيومي فؤاد الذي هاجم سلام عقب اختتام المسرحية في السعودية خلال حديثه للجمهور وتحيتهم. موقف محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد في تطور جديد يكشف أصالة الفنان محمد سلام، وذلك بعد ما هجوم أو بعد هجوم الفنان بيومي فؤاد بموسم الرياض، حيث قال الأخيرة بعد عرض المسرحية موجها حديث الجمهور: من حقك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك تغلط في فنك. احنا بنقدم فننا، انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا. شيء عظيم ان الفنان يكون له جمهور في كل الدول، شيء عظيم انك تصور مع شاب او سيدة سعودية. انا بتشرف بهذا. ليقوم الفنان محمد سلام بإغلاق خاصية التعليقات على صورة تجمعه بالفنان بيومي فؤاد من كواليس مسرحية زواج اصطناعي عبر حساب موقع الصور انستجرام، وذلك بعدما قام عدد كبير من متابعيه بسب وقصف الفنان بيومي فؤاد عبر خاصية التعليقات بسبب هجومه على سلام. وهذه كله كلام في كلام وطارق الشناوي عن أزمة بيومي فؤاد. الموضوع أكبر من السوشيال ميديا. رفض الناقد السينمائي طارق الشناوي التعليق على الأزمة الحالية بشأن تصريحات الفنان بيومي فؤاد حول انسحاب الفنان محمد سلام من مسرحية زواج اصطناعي الذي تعرض في المملكة العربية السعودية تضامنا مع أحداث غزة، مؤكدا الأمر بات أكبر بكثير من هذه التصريحات المتبادلة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد: اليوم أن القضية أكبر بكثير من التفاعل والاستماع لما يقال ويكتب على منصات السوشيال ميديا، لافتا إلى نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي سيصدر بيانا رسميا لتوضيح الأمر ووضع إطار مناسب لتطبيقه. وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى وضع رؤية كبيرة من النقابة، مؤكدا أن النقابة لابد أن يكون لها دور فيما يشهده الوسط الفني حاليا. نبيل الحلفاوي يرفض التعليق على بيومي فؤاد. رفض الفنان نبيل الحلفاوي التعليق بالسلب او الاجابه على الفيديو المتداول الفنان بيومي فؤاد الذي تحدث فيه عن الفنان محمد سلام وموقفه من الاعتذار عن العمل في مسرحيه زواج اصطناعي، حيث اكد انه لا يستطيع السماح لنفسه بالحكم على زميل. وكتب متابع انه له على موقع اكس تدوينه انه راي حضرتك وتعليقك على كلام بيومي فؤاد، اما بما ان حضرتك احد رموز الفن المصري رأي حضرتك مهم جدا. أجاب قائلا: مهنتنا تختلف عن باقية المهن في أنها الوحيدة التي لا تستطيع ممارستها بمفردك، ولذا هي الوحيدة أيضا التي يعرف أفرادها بعضهم بعضا، إن لم يكن من خلال المشاركة في عمل فمن خلال الشاشة. ومن هنا لا أسمح لنفسي بمحاكمة أو الحكم على زميل. وقال: لا أتدخل برأيي إلا دفاعا عمن أرى أنه يستحق كلمة حق صالح أو إعجابا أو إنصافا باختصار، إما كلمة طيبة أو صمت فقط. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني العز والتقدير. لا تنسوا الشرق بقناة الملك والأمير.